الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ليه كلمة مهمة اتقدم من خلالها بالتهنئة للمصريين، واتكلم عن عظمة الشعب المصري وعن التاريخ اللي هيسطر يعني بسطور من نور يعني هذه المواقف المشرفة للشعب المصري وتحمله وقدرته على الصمود. خلونا نتابع مع حضراتكم جزء من كلمة الرئيس ونرجع تاني. شعب مصر الأبي، إن الصمود الذي أظهرتموه خلال السنوات العشر الماضية منذ ثورة 30 من يونيو المجيدة سيظل محلا لدراسة المفكرين والباحثين. فكم من تساؤلات أثيرت عن سر العلاقة الخاصة بين الشعب المصري ومؤسسات دولته الوطنية وبين الشعب وقواته المسلحة. واحتار الكثيرون في منبع هذه الإرادة الصلبة والعزيمة التي لا تلين، التي نقلت مصر خلال أعوام قليلة من دولة تواجه الانقسام الخطير وشبح الاقتتال الأهلي إلى دولة متماسكة ينعم شعبها بأمن واستقرار غالي الثمن. دفعه أبطال من صلب هذا الشعب من قواته المسلحة وشرطته الذين تصدوا بصدورهم لموجة إرهاب هي الأعتى والأشرس، وقدم رجالهم أرواحهم فداء كي يعيش الوطن ويزدهر. شعب مصر الأصيل، في الذكرى العاشرة لثورة 30 من يونيو العظيمة أجدد العهد معكم على أن يكون الإخلاص والعمل لمصر وحدها. أجدد العهد على أن تكون المصلحة الوطنية والهوية الوطنية هما دائما علامات الطريق التي تهدي المسيرة والمسار. أقول لكم إن حجم التضحيات الهائلة التي قدمها الشعب وقدمتها مؤسساته الوطنية لا يليق بها إن شاء الله سوى الانتصار. الانتصار بالمضي بقوة وثقة على طريق التنمية والبناء، على طريق تحسين أحوال وحياة الناس وتوفير الظروف المناسبة لتفجير طاقات العمل والإبداع. لدى الشعب المصري بكل أطيافه وفئاته من قطاع خاص ومجتمع مدني وشباب ونساء، لتجتمع كل مكونات الوطن في منظومة متكاملة تقود بلدنا الحبيب نحو تحقيق الحلم الذي طالما راود المصريين، حلم التقدم والنهوض بالوطن، حلم الجمهورية الجديدة الحديثة المتقدمة في جميع المجالات. كل عام ومصر وشعبها بخير وسلام وأمان. وأخيرا ودائما تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، ودايما تحيا مصر، دايما تحيا مصر بشعبها وبقيادتها وبينا كلنا دايما مع بعض يا رب.